خلال مباحثات هاتفية، الرئيس السيسي يستعرض مع نظيره البلغاري مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. مصر تدين تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى وتعتبرها معيقة لجهود وقف إطلاق النار في غزة. والعدوان يتواصل على أنحاء غزة وسط رفض مصري لأي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رومن رادف، تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة ودفع التعاون إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة، بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري. كما أوضح الرئيس السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين، محذرا من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة. من جانبه، ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخة كقوة سلام واستقرار إقليمية، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسلم بالمنطقة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة على غرار معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس. وخلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وجه مدبولي وزيرة التنمية المحلية منال عوض بأن يتولى المحافظون مسؤولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصرية. وأشار وزير الكهرباء إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات طاقة الرياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجا وات، ومشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجا وات. استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، حيث تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة فضلا عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت موجودة في منظومة الإعلان الحالية. بينما أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشا يخل بنظام الجلسة والذي كان موجودا في القانون القائم، بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.
التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول تشارلز براون والوفد المرافق له. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة. كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بالدور القيادي الذي تقوم به مصر لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا الجانبين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة. تحت رعاية رئيس الجمهورية قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا من الأول من سبتمبر، وذلك بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد. وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة. أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافعة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أدانت مصر بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى. وفي بيان لوزارة الخارجية حملت مصر إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. هذا وأكدت مصر على أن تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية، تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشكل خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائمة على أساس حل الدولتين. من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن دعوات الوزير المتطرف بن غفير لإقامة معبد يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك خطيرة،
وإن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك الذي يعد خطا أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا. وأضاف أبوردينا أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك هي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع. ودعا أبوردينا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف. هذا وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير، معتبرة أنها دعوة علنية وصريحة لهدم المسجد المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه. وأدانت الوزارة اقتحامات المتطرفين للمسجد، وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن غفير وأمثاله، خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح الفلسطيني أو محور فيلادلفيا. وأضاف المصدر أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وهذا وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين، وينسق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية. أكد البيت الأبيض أن واشنطن تتوقع أن مفاوضات الهدنة بشأن قطاع غزة ستتواصل عدة أيام مقبلة. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن المفاوضين مجتمعون في الوقت الحالي في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا شاملة وتفعل كل ما في وسعها لمنع حدوثها. ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن كان مطلعا على التطورات بين حزب الله وإسرائيل وقت حدوثها، مشيرا إلى أن إيران لا تزال مستعدة وجاهزة لمهاجمة إسرائيل. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حكومة نتنياهو تعرض على الإسرائيليين حربا أبدية، لافتا إلى أن نتنياهو لا يفعل شيئا لإعادة المحتجزين في غزة. وطالب لبيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإنجاز صفقة لإطلاق سراح المحتجزين فورا حتى لو كلفه ذلك أثمانا سياسية، موضحا أنه كان يتوجب على الحكومة تغيير نهجها في غزة منذ فترة طويلة والاتجاه لعقد صفقة لوقف إطلاق النار. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا شمال المخيم، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف شمال غرب مخيم البريج وغرب المغراقة، فيما أطلق طيران الاحتلال المروحي النار باتجاه محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 40,435 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,534 مصابا.
يعاني النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة من ظروف قاسية، حيث لم تترك أوامر الإخلاء الإسرائيلية لهم إلا مناطق إنسانية مزعومة مساحتها لا تتعدى الكيلومترات يمكنهم أن يلجأوا إليها. وخلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء خصوصا في مدينتي خان يونس ودير البلح ومناطق في شمالي القطاع. لم تترك أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين إلا مناطق إنسانية مزعومة مساحتها لا تتعدى الكيلومترات يمكنهم أن يلجأوا إليها بقطاع غزة. فخلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء خصوصا في مدينتي خان يونس ودير البلح وبمناطق شمالي القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بإخلاء محيط مستشفى الأقصى الذي تدعمه أطباء بلا حدود في دير البلح وسط القطاع ما زاد من معاناة المرضى. أنا إلي تقريبا 9 شهور، بال9 شهور هدول ما تنزحت إلا على أخطر من مكان، بعدها استقرت هنا. بعد ما قال إخلاء مربع 128 كثير توترنا، مش عارفين وين بدنا نروح. هذا رقم 11 وأنا نازحة. وهي معطونا قرار نطلع من الأقصى وأنا مش عارفة وين بدي أروح، أنا أولادي ونص أولادي تركتهم بالأقصى وتركت عفشي وطالعة بأولادي الصغار بنتي. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كانت قد أعلنت أن جيش الاحتلال وضع منذ 7 أكتوبر الماضي نحو 84% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، ويواجه أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة معاناة جراء رحلات النزوح المتكررة والممتدة منذ بداية الحرب، إذ يقيم بعضهم في خيام أو مراكز إيواء أو أماكن أخرى مثل عيادات وسجون ومدن ألعاب وسط ظروف معيشية وإنسانية قاسية يفاقمها انتشار الأمراض والأوبئة ونقص المياه والأدوية. استقبل معبر رفح البري عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات اليوم إلى 51 شاحنة. في الأثناء تتعمد قوات الاحتلال اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. من أمام الطرق القادمة من مطار العريش الدولي تصطف هذه الشاحنات التي تقدر بأكثر من 1260 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والمشتقات البترولية لتنطلق في محطتها الأولى من مدينة العريش وتحديدا في المنطقة اللوجستية إلى مدينة رفح. احنا هنا بقالنا 2 شهر محملين دواء وما احناش عارفين هنمشي امتى ولا هننزل امتى وقاعدين اهو. أنا محمل فراخ مجمدة بقالي النهاردة 45 يوم سليم، كل يوم يقول لك بكرة بكرة روح المعبر يفتح بكرة يفتح بعده وإحنا قاعدين أهو خدت بالك، وهنا عجل ما شاء الله يطلع أكتر من 2000 عربية خدت بالك، في بيخش عجل وفي بيرجع تاني وكده يعني. هذه الصورة عمرها عشرات الأيام لاصطفاف الشاحنات بامتداد الطرق المؤدية من مدينة العريش إلى الشيخ زويد ومن ثم إلى مدينة رفح. هذه الشاحنات المصطفى يقف أمامها عائق كبير وهو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكثير من الإجراءات التعسفية والتفتيشية وأيضا الرفض والإغلاق في أحيان كثيرة لاستقبال هذه المساعدات، مما يعيق ويعمق من جراح وألام الانتظار لدى الكثير من السائقين. بقالي 70 يوم محمل مياه من السعودية، مياه معدنية جاية من مدينة شارع التفريعة، حاليا بقالنا 70 يوم مستنيين التنسيق من الهلال الأحمر والتنسيق ما بيجيش، كل شوية أقول لك بكرة بعد الأسبوع الجاي الشهر الجاي. أنا من يوم 6/6 إن شاء الله لحد دلوقتي مفيش تعتيقات والعربات كلها واقفة هنا، ودين زي ما حضرتك شايف كده عيشة السواد طبعا معروفة، والعربيات برضو اتهانت وباظت والمشمعات وفي كراتين باظت. نتحدث أيضا عن أكثر من 10,000 مريض يحتاجون إلى مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج خارج القطاع. نتحدث أيضا بشكل كبير عن الموقف والمشهد الأكثر ألم وقسوة، هو استمرار القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة والكثيفة في مناطق كثيرة من الجنوب والوسط والغرب، ونحن منذ الصباح وخلال الأيام السابقة نرصد ونشاهد العديد من تصاعد الأدخنة وأيضا سماع لدو انفجارات بشكل مستمر على مدار اليوم. هذا أدى إلى سقوط الكثير من والمزيد من الشهداء الذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 40,000 شهيد و90,000 مصاب منذ اندلاع هذه الحرب. كل هذه الأسباب وأيضا مناطق الإخلاء الكبيرة التي قامت بها قوات
الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء الكثير من المناطق والتي تجاوزت 86% من مساحة غزة. كل هذه الأسباب أكدت على ضرورة حاجة القطاع إلى المساعدات الإنسانية ورحلة الإغاثة الخاصة بهذه الشاحنات داخل قطاع غزة. هذا هو المشهد، وعودة إليكم. ذكرت وسائل إعلام اللبنانية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في جادة الشماع بمدينة صيدا جنوبي لبنان في محاولة فاشلة لاغتيال شخصية فلسطينية. وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى أن الشخص الذي نجا من الهجوم ينتمي إلى أحد التنظيمات الفلسطينية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وقد أدى الصاروخ الذي أطلقته المسيرة الإسرائيلية لاحتراق السيارة بالكامل، حيث أصيب القيادي بجروح وجرت معالجته، فيما ضربت القوى الأمنية اللبنانية طوقا حول المكان وباشرت تحقيقاتها. قالت الخارجية الإيرانية إن إسرائيل فقدت قوة الردع إذ لم تتمكن من توقع زمان ومكان الهجوم المحدود والمحسوب الذي شنه حزب الله اللبناني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن المعادلات الاستراتيجية تغيرت بشكل جذري على حساب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل قد تكون قادرة على إخفاء أو تشويه أو فرض رقابة على بعض الحقائق المتعلقة بعملية حزب الله أمس، لكنها تعلم جيدا أن الحقائق القائمة لن تتغير. وكان حزب الله قد أطلق أمس مئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل ردا على مقتل القيادي العسكري فؤاد شكر بضربة إسرائيلية في بيروت في 30 من يوليو الماضي. بدوستان خود قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن. في الأثناء أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون التي ترفع العلم اليوناني منذ 23 من أغسطس بعد هجوم لقوات الحوثي اليمنية. وذكرت البعثة أنه لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على تسرب نفطي من الناقلة التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام. التاسعة مستمرة وتابعونا فيها. الكرملين يؤكد أن الهجوم الأوكراني على كوريسك لن يمر دون رد، وكييف تعلن عن هجوم روسي غير مسبوق على أراضيها. قال الكرملين إن الرد الروسي على توغل أوكرانيا في منطقة كوريسك بغرب البلاد حتميون، وأن إجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف لم يعد مطروحا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا يمكن أن تمر هذه الأعمال القتالية دون رد مناسب. ونفى بيسكوف صحة تقارير إعلامية تفيد بوجود نوع من مفاوضات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف. هذا وتوغل آلاف الجنود الأوكرانيين في الأراضي الروسية في 6 أغسطس في هجوم مباغت. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يهدف إلى تعزيز موقف كييف في المفاوضات المزعمة وإبطاء تقدم القوات الروسية على الجبهة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتمت إصابة جميع الأهداف.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية نفذت ضربات على بلاده بأكثر من 100 صاروخ وحوالي 100 مسيرة. وأضاف زيلينسكي أن هذه الضربات استهدفت البنية التحتية الحيوية والمدنية للطاقة في منطقة خاركيف وكييف ومنطقة أوديسا والمناطق الغربية، مؤكدا سقوط خسائر بشرية. أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بابكو إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة، وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيعلن عنها في وقت لاحق. قال مسؤولون روس ووكالات أنباء إن قيودا فرضت على الرحلات الجوية في منطقة ساراتوف الروسية بعد هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة. وقال حاكم المنطقة أن مجمعا سكنيا في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوية الروسية. بعد هجوم أوكراني بمسيرات على منطقة ساراتوف الروسية، تم فرض قيود على الرحلات الجوية بالمطار في المنطقة. وزارة الدفاع الروسية قالت إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة فوق ساراتوف التي تبعد نحو 900 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا. من جانبه قال حاكم المنطقة رومان باسورجين إن مجمعا سكنيا في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية. كان باسورجين قال في وقت سابق إنه تم نشر خدمات الطوارئ في الأماكن المتضررة في ساراتوف وإنجلز، وهما مدينتان رئيسيتان في المنطقة التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب شرقي العاصمة موسكو. ولدى روسيا قاعدة عسكرية استراتيجية في إنجلز تضم أسرابا من القاذفات، وهاجمت كييف القاعدة عدة مرات منذ العمليات الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. في المقابل قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة. وكانت سفارات الإنذار قد دوت في معظم مناطق وسط وشرق أوكرانيا للتحذير من غارات جوية، وينفي الجانبان استهداف المدنيين في هجماتهما التي يقولان إنها تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية للمجهود الحربي. ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أنه سيقود بنفسه مهمة لتفقد محطة كورسك للطاقة النووية في روسيا، وذلك خلال زيارة لها غدا. وقال جروسي أنه يتعين عدم تعريض سلامة وأمن المنشآت النووية للخطر تحت أي ظرف. On the reactor dome of Unit 6. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة والتي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة.
سيطر اللاعبون المصريون على جوائز بطولة الجودو العربية المقامة ضمن فعاليات مهرجان العالمين في نسختها الثانية والمقامة بمدينة العالمين الجديدة. يأتي هذا التألق بدعم كبير من المشروع القومي للشباب الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية لتأهيل وتدريب المواهب الرياضية لرفع اسم مصر بالمحافل الدولية. تألق مصري كبير في بطولة الجودو العربية التي تقام ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، تألق جسدته فاطمة جابر اللاعبة المصرية بالمشروع القومي للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، والتي تمارس رياضة الجودو منذ نشأتها لتصل في عمر 17 وهي تحقق عددا من الميداليات والبطولات، وكان آخرها تألقها في هذا النزال لتحصل على الأول في ميزان 48. ويأتي هذا التألق بدعم كبير من المشروع القومي للشباب الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية في تأهيل وتدريب المواهب الرياضية لرفع اسم مصر بالمحافل الدولية. أنا بدأ جودو من وأنا في 2012، طبعا مشروع قومي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، طبعا هو فعلا بيقف جنبنا جدا، بيدخلنا بطولات، طبعا مؤدين نفسيين قبل ما ندخل الماتش كانوا معنا موجودين، وكل حاجة تبقى كويسة الحمد لله. فاطمة بقى لها معايا 4 سنين، نجحنا في فاطمة قبل كده ان احنا نجيب اول عرب السنة اللي فاتت، وكان برضو الفاينل مع الجزائرية. قبل كده فاطمة كسبانة 3 افريقيا. فاطمة انضمت لفريق الصفوة تلعب مع استاذنا الكبير كابتن حلم حسين. المشروع القومي اصلا بدعم معالي الوزير اشرف صبحي فريق كتير جدا، وكل سنة بيزيد تألق اكتر، بقى مجموعة كبيرة قوي من الابطال اللي موجودة في المنتخب مصر اساسيين من المشروع القومي. لعبت مع الكويت وهو أصلا كان في ميزان الكويت، ماشي، وحصلت على المركز الأول. البطولة العربية للجودو في عامها الثاني تحظى بتواجد كبير للجنة تحكيم تضم عددا من الخبرات التحكيمية المحلية والعربية لتطبيق قواعد هذه الرياضة على المتسابقين، وسط أجواء تنظيمية قدمتها لهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتسهيل عملهم بالبطولة التي أشادوا بتنظيمها وسط أجواء مدينة العالمين الجديدة الساحرة. جديد السنة دي برضو اللي عمله الاتحاد المصري بمناسبة وجودة البطولة على أرض العالمين، إن استدعينا 3 حكام من الاتحاد الدولي، يعتبروا من أفضل 3 حكام على مستوى العالم، متواجدين مع الحكام المصريين، ويعني احتكاكنا بيهم برضو أضاف الكتير قوي لنا. المرة الثانية اللي نجي لمدينة العالمين، والله لا شرف كبير أني نحضر مدينة العالمين، ودرنا تحكيم هنا بكل ارتياحية، ونشكر السلطات المصرية ونشكر كل المسؤولين الحكام والمسؤولين على هذا المنافسة هذه، يعني استقبلونا أحسن استقبال. تتواصل بطولة الجودو العربية حتى 27 من الشهر الجاري بمشاركة 10 دول بإجمالي 500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، وسط أجواء تشجيعية وتنافسية كبيرة، وإتاحة الفرصة للتبادل الثقافي بين اللاعبين المشاركين من الدول العربية. محمود جميل، التلفزيون المصري. اختتم وزير الأوقاف أسامة الأزهري أعمال المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي عقد على مدار 2 يوم تحت عنوان دور المرأة في بناء الوعي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الأزهري أن توصيات المؤتمر خرجت في نقاط عملية محددة قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن أبرز تلك التوصيات هي إطلاق برامج عمل مكثفة لتعليم المرأة وحسن إعدادها، وإطلاق برامج التأهيل والتوعية، وبرامج علمية وتوعوية للتبصير بالعواقب السلبية للطلاق على الأجيال الناشئة، وتخصيص خطبة الجمعة بصورة دورية متكررة لتكريم المرأة والحظ على حسن معاملتها بكل الاحترام والتقدير. We'll be right back.
استقبل خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان سفير دولة فرنسا بالقاهرة إريك شوفاليه والوفد المرافق له. تناول اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في القطاع الصحي، خاصة التعاون في مجال تطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية المختلفة، وأيضا دعم منظومة التحول الرقمي في القطاع الصحي. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أهمية تطبيق المركزية في العمل بالمشروع القومي للتنمية البشرية من خلال المحافظات والإدارات التابعة لها وفقا للمستهدفات. وخلال ترأسه الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمناقشة استعدادات الوزارات المعنية لإطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية والمقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل، أكد عبد الغفار أهمية تفعيل دور المجالس القومية في تنفيذ خطط العمل المدرجة بملف التنمية البشرية والتي تنصب جميعها نحو قضايا مجتمعية مشتركة. يشارك وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، حيث شارك سويلم في الجلسة الافتتاحية للأسبوع، ومن المقرر مشاركته في عدد من الجلسات والفعاليات المهمة. وعقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية. وأكد أهمية مشاركة مصر في تلك الفعاليات لعرض التجارب الناجحة لإدارة المياه بكفاءة في مصر والتأكيد على العلاقة بين المياه والمناخ على المستوى العالمي. التقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة الأمكاو الرئيس التنفيذي لمؤسسة دي اتش اي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث أشار وزير الري لأهمية دعم المؤسسة لدور مركز المعرفة التابع للأمكاو باعتباره منصة قارية مركزية لجمع وتبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالمياه في جميع أنحاء القارة الإفريقية والاستفادة من خبرة دي اتش اي في تعزيز الأنظمة الرقمية التي تمكن من جمع البيانات بشكل فعال وتبادل المعرفة. استقبل وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي كلا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد جبران وزير العمل، وعقد الوزراء اجتماعا تم خلاله التباحث حول عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك في إطار تعزيز التعاون وتضافر الجهود وتكاملها بين الوزارات والجهات الحكومية. كما تطرق اللقاء إلى خطط العمل والجهود الجارية في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته والنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها والارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني. افتتح محافظ أسيوط هشام أبو النصر القافلة الطبية للكشف والعلاج بالمجان بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية بحي شرق أسيوط. وعقب الافتتاح تفقد المحافظ فعاليات القافلة الطبية وتثقيف الصحي والصيدلية وأعمال توقيع الكشف الطبي على المواطنين وأعمال التثقيف الصحي للسيدات للاكتشاف المبكر لأورام الثدي. نعى مجلس الوزراء وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي وافته المنية مساء اليوم. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفقيد كان أحد أعظم الرجالات الدبلوماسية المصرية.
مشيرا إلى أنه قدم عبر سنوات عمره مسيرة حافلة في دوائر العمل الوطني والعربي والدولي كدبلوماسي مخضرم وقانوني بارز ومفاوض قدير ورجل دولة رفيع. كما نعت وزارة الخارجية والهجرة وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي والذي وافته المنية اليوم، وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن التاريخ سيظل شاهدا على الدور الوطني العظيم الذي قام به الراحل نبيل العربي في ملحمة التحكيم الدولي لاسترداد أرض طابة الغالية إلى السيادة المصرية وغيرها من القضايا التي تصدى لها من أجل تحقيق المصالح المصرية والدفاع عنها. كما نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدكتور نبيل العربي الدبلوماسية العربية البارزة والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي وافته المنية اليوم. وفي منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، اعتبر الأمين العام سلفه الراحل أحد أبناء الدبلوماسية المصرية المخلصين وقيمة عالية في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي. سياسي ودبلوماسي مصري تنقل في الوظائف من قاض في المحكمة الدولية إلى وزير للخارجية المصرية قبل أن يستقر به المقام أمينا عاما لجامعة الدول العربية. إنه نبيل عبد الله العربي الذي توفي عن عمر يناهز 89 عاما. في القاهرة ولد نبيل العربي يوم 15 من مارس من عام 1935 وتخرج في كلية الحقوق في عام 1955، ثم حصل على الماجستير في القانون الدولي والدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق في جامعة نيويورك. وفي عام 1978 عمل نبيل العربي مستشارا قانونيا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط، كما عين العربي سفيراً لمصر لدى الهند من عام 1981 حتى عام 1983، وممثلاً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف من عام 1987 حتى عام 1991، وفي نيويورك من عام 1991 حتى عام 1999. منذ 7 مارس من عام 2011 شغل نبيل العربي منصب وزير خارجية مصر خلفا لأحمد أبو الغيط، وتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 15 من مايو من عام 2011 حتى 30 من يونيو من عام 2016. في أبريل الماضي أعلنت الحكومة اليابانية حصول الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية على وسام الإمبراطور الياباني تقديراً لمساهماته البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين مصر واليابان، لتفقد الدبلوماسية المصرية اليوم 26 من أغسطس الدكتور نبيل العربي الذي يعد مدرسة متميزة في الدبلوماسية والقانون الدولي وفن التفاوض. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية وسارة نجيب، إليك سارة. شكرا لكما يوسف ودينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقراراً مشدداً على العمل على جذب الاستثمارات الخاصة. وخلال لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، أشار كوجك إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو من عام 2024، حيث تم خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي 6.1% متضمنة
ثمن عوائد رأس الحكمة. وشدد وزير المالية على أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة. استقبل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سفير سيراليون لدى مصر. بحث الجانبان تعاون في مجال الطرق والكباري من خلال زيارة وفد من هيئة الطرق والكباري والشركات المصرية خلال شهر سبتمبر القادم لعاصمة سيراليون فري تاون. كما تمت مناقشة تعاون في مجال زيادة حجم التبادل التجاري المنقول بحرا، ورغبة الجانب السيراليوني في التعاون في مجال النقل للبحري للتيسير أو لتسيير خط ملاحي بين الجانبين. توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026. وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه أن الاقتصاد المصري يتوقع أن يسجل نسبة نمو العام الجاري بنسبة 4.1%، مشيرا إلى أنه أيضا من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو قدرها 5.6% خلال العام المالي 2028-2029. تراجعت ثقة الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يقوض آمال تعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا. وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87 في يوليو. وتوقع المعهد أن تشهد الربع الثالث من عام 2024 مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 1% في الربع الثاني. هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل الين مع تحول جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بقوة إلى التيسير النقدي. وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى له في 13 شهرا مقابل اليورو. وتراجع مقابل الجنيه الاسترليني ليقترب من مستويات تم تسجيلها آخر مرة في مارس من عام 2022. نهاية جولتنا الاقتصادية لتسعة، والآن أعود من جديد إلى يوسف ودينا. إليكم، شكرا لك سارة نجيب. تحتفل الولايات المتحدة اليوم باليوم القومي للمرأة، وتم تحديد هذا اليوم تذكيرا بإضراب عاملات صناعة الملابس في نيويورك، حيث تظاهرت النساء تنديدا بظروف العمل. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب، نعود فيها إلى سارة نجيب مرة أخرى. شكرا دينا، شكرا يوسف. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية لتسعة.
فاز منتخب ناشئي الكرة الطائرة تحت 18 عاما على نظيره الكيني بنتيجة 3-0، ذلك في إطار ثالث مواجهات البطولة الإفريقية المقامة في تونس والتي تستمر حتى نهاية أغسطس الجاري. ومن المقرر أن يلتقي منتخب الناشئين غدا الثلاثاء مع نظيره الرواندي في إطار منافسات البطولة، كما يلتقي نظيره الجزائري يوم 28 من أغسطس. كما فاز منتخب الكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2 في ثالث مواجهات الدور الأول للمجموعة الثانية لبطولة العالم والمقامة في العاصمة البلغارية صوفيا. وكان منتخب ناشئي الطائرة قد نجح في تحقيق الفوز على تونس بنتيجة قدرها 3-0 في أول مواجهات، قبل تحقيق الفوز على ليبيا أمس في ثاني مواجهات الدور الأول للبطولة، وأخيرا فاز على نظيره الإيراني في ثالث المواجهات. حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو على 3 ميداليات متنوعة خلال منافسات اليوم الأول من بطولة العالم 4 للتاي تشي المقامة حاليا في سنغافورة. وحصد اللاعب يوسف محمود كمال الميدالية الذهبية، كما فاز يوسف عبد الرحمن بالميدالية الفضية، فيما فازت اللاعبة روجي علاء بالميدالية البرونزية. وإلى كأس مصر، حيث أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة والتي ستقام بين فرق الإسماعيلي وزاد وبيراميدز والمصري. ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز في 9 مساء غد الثلاثاء في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، بينما تقام مباراة الإسماعيلي وزاد في تمام 6 مساء نفس اليوم باستاد الإسماعيلي. نهاية جولتنا الرياضية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى دينا ويوسف، إليكم. شكرا لك سارة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن دول جزر المحيط الهادئ ترشد الطريق لحماية الكوكب من ويلات تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى جزر المحيط الهادئ في طنجة، حيث أخبر القادة المجتمعين أن منطقة المحيط الهادئ تمثل منارة للتضامن والقوة والمسؤولية البيئية والسلام في وقت تغرق فيه الكثير من دول العالم في الصراعات والظلم والأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوكي البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر، ونبدأها بالعاصمة القاهرة. العظمى في القاهرة 36، الصغرى 27، الإسكندرية 33-23، مطروح 31-24، بورسعيد 33-27، والإسماعيلية 37-26. ونذهب إلى السويس، السويس 36-26، العريش 34-24، طابة 37-28، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 41-30. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 44، الصغرى 28، أسوان 45-30، الوادي الجديد 43-27، حلايب 36-31، وأخيرا شلاتين 38-31.
والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. ختام نشرتنا وإلى تذكرة بالعناوين. خلال مباحثات هاتفية، رئيس السيسي يستعرض مع ناظره البلغاري مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة. مصر تدين تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى وتعتبرها معيقة لجهود وقف إطلاق النار في غزة. والعدوان يتواصل على أنحاء غزة وسط رفض مصري لأي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا. وصلنا معكم إلى ختام نشرة التاسعة من التلفزيون المصرية. شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله.